حبايبي أبطال الصف الثالث الابتدائي، هنبدأ مع بعض. يونت 4 I love my home، أحب بيتي. Lesson 1 Part 1، هنتكلم عن my home، منزلي. نقرأ مع بعض يا أبطال أهم الكلمات الجديدة اللي عندنا. cupboard 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 table 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 couch 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 lamp 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 chair 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 armchair 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 bookcase 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 clock 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 television 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 cupboard 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 خزانة أو دولاب ترابيزة table كنبة أو أريكة couch مصباح أو لمبة lamp كرسي chair سي اتش طبعا chair كرسي ذو ذراعين arm chair خزانة كتب بوك كيس ساعة حائط كلوك تلفاز تلفزيون. ممكن أوصف أي صورة بجملة؟ الموضوع بسيط جدا جدا. ممكن أقول it is a table، صح؟ it is a table واحدة بس، اوعى تقول tables. ممكن أقول I can see a couch، أستطيع أن أرى كنبة. كلامك صح 100%. ممكن أقول I have a lamp on my desk. كلامك صح 100%. طب تيجي نتعلم طريقة تاني أوصف بيها غرفة نومي مثلا، my bedroom. هقول إيه؟ هقول there، هبدأ بكلمة there. There is هناك أو يوجد، there is a، واسم الحاجة اللي موجودة في غرفة نومي in my bedroom. وما تنساش تبدأ بكابيتال وتنتهي فول ستوب. يعني لو عايز أقول يوجد خزانة في غرفة نومي، there is a cupboard، there is a cupboard in my bed room. طب عايز أقول يوجد ترابيزة، there is a table in my bedroom، there is a couch in my bedroom، there is a lamp in my bedroom، there is a chair in my bedroom. لا هقف هنا شوي، هقول there is an armchair. طبعا يا مستر بدأنا بصوت متحرك، there is an armchair in my bed room. علشان armchair بدأت بصوت متحرك ضفنا قبله an. There is a bookcase in my bedroom. There is a clock in my bedroom. There is a television in my bedroom. طب لو أنا عايز أوصف بدل بيدروم غرفة المعيشة living room، غرفة المعيشة أقولها إزاي؟ هي there is a table in my living room، there is a television in my living room، there is a chair. لا يا مستر ده في كراسي كتير، في 4 كراسي. يبقى هنا هقول there are four
شير. غلط. ايه الصح؟ طيب ما فور ده جمع، يبقى لازم اقول فور تشيرز. There are four chairs in my living room. تعال نكمل مع بعض ونشوف يا أبطال. درس جميل جدا، ممتع، مليء بحاجات كتير هنتعلمها مع بعض النهاردة. بيقول لنا ما تنساش be in the word cupboard is silent. We don't say it. Cupboard, cupboard, ال P silent. Math book, math book, كتاب الرياضيات. طيب بالنسبة لكتاب الإنجليزي English book، كتاب العربي Arabic book. Photos, photos, photos. Homework, homework. Here, هنا. Look for، يبحث عن. I look for my book، أبحث عن كتابي. I look for my pen، أبحث عن القلم الجاف. طيب لو هدور وأبحث على قلم الرصاص. I look for my pencil. No، الكي سايلنت. Find، يجد. No، find. في أفعال منتظمة يا أبطال، لما حولها ماضي هضيف لها إيدي. Look، look. لكن في أفعال غير منتظمة شكلها بيتغير تماما. No، new. Find، found. تعال نشوف كده مع بعض القصة الجميلة النهاردة. يا واد يا هاني، What are you doing؟ ماذا تفعل؟ What are you doing؟ I am looking for my math book. I am looking for my math book. I am looking for my math book. أبحث عن كتاب الرياضيات الخاص بي. Do you know where it is؟ هل تعلم أين هو؟ No, I don't know. No, I don't know. لا ما أعرفش. I can't find it. لا أستطيع أن أجده. And I have math homework. يا بابا يا حبيب. I can't find it. لا أستطيع أن أجده. And I have math homework. وعندي واجب حساب. I can help you find your book. أستطيع أن أساعدك في إيجاد الكتاب. Okay. I am looking on the bookcase. سأنظر في خزانة الكتب. Can you look in the cupboard, please? ممكن تنظر في الدولاب من فضلك؟ It's here. إنه هنا. In the cupboard. Next to the photos. موجود في الدولاب. Next to the photos. بجوار الصور. Thanks Dad. أشكرك يا أبي يا حبيبي. خلي بالك أنا عايزك تسترجع معايا مجموعة من القواعد. أحداث مستمرة. What are you do؟ غلط يا مستر. What are you doing؟ ماذا تفعل؟ Are you بتتحول في الإجابة إلى I am. بتكلم عن نفسي. What are you doing؟ I am listening to Mr. نصري now. لو الصوت واضح دوس لايك. I am looking for my math book. يا بابا أبحث عن كتاب الحساب. Do you know where it is؟ No, I don't know. لا أعرف. I can't. عندي كان بمعنى يستطيع. Can't، لا يستطيع. تعال نفتكرها مع بعض. أنا عارف أنتوا شطار متميزين فاكرينها. يعني ممكن أقول I can swim، أستطيع أن أسبح. But، ولكن. I can't دايف، أغوص. I can swim but I can't dive. حد يقول لي كمان يا مستر. I can sing، أقدر أغني.
but I can't fly kites. ما اقدرش اطير الطيارات. كان يستطيع، كانت لا يستطيع. بعدهم يا ابطال فعل بدون اضافات، فعل في المصدر. يعني ممكن يا مستر اقول I can swims حبيب قلبي، فعل في المصدر يعني من غير ايه اس. I can swim. طب ينفع يا مستر اقول I can swimming عشان خاطري حبيبي؟ ما فيهاش خاطري ولا خاطرة، دي قاعدة. بعد كان بدون إضافات، I can swim على طول. نفس النظام، ما ينفعش I can't dives، غلط، I can't diving بدون إضافات. طب sing نفس النظام، ما فيها أي إن جي، اسمها كده. يعني هو في كلمة اسمها اس، هنحذف الـ ING، حذفناها أهو. I can اس، لا هي الكلمة أساسا فيها ING. I can sing، لكن ما تقوليش I can singing. نرجع لموضوعنا لهاني الزعلان. I can't find it. شايفين حتى find، هاني ما قالناش finds ولا finding ولا found تصريف تاني. I have math homework، عندي واجب حساب. طب يا مستر لو عندي واجب انجليزي كنت قلت ايه؟ I have English homework، عندي واجب عربي. I have Arabic homework، عندي واجب حساب. I have math homework. I can help. help ولا helps؟ help يا مستر، علشان في كان. I can help you find your book. Okay, I am looking. طب ما هو يا مستر looking موجود، ليه هنا ضاف ing؟ هو في كان؟ لا، بس في ام، وقلنا ام او از او ار اي ان جي على طول. I am looking on the bookcase، سأنظر في خزانة الكتب. Can you look in the cupboard؟ ممكن تنظر في الدولاب؟ Please، عشان خاطري، من فضلك. It's here، إنه هنا. In the cupboard، في الدولاب. Next to the photos. Thanks dad. Where is the math book يا أبطال؟ مين يرفع إيده ويقول لي Where is the math book؟ Where is the math book؟ أوكي عمر. The cupboard. In the cupboard. It is in the cupboard. Excellent. يبقى هكتب هنا يا أبطال. Next to the photo. Yes، لازم أكمل، شاطر. It is next to the photo، وابدأ في الأول. It is in the cupboard. Next to the photos. عندك مكان كامل طبعا لآخر السطر. It is in the cupboard، موجودة اهو قدامنا. Next to the photos. يلا يا أبطال نكمل مع بعض، درس جميل جدا جدا، ونبدأ مع سجدة. Look، read and complete. It is a or an، واسم الصورة. سجدة، دي صورة ايه يا ساجدة؟ نفتح المايك، اتفضلي. arm، arm chair. وابقى شطور جدا جدا جدا، واروح عامل دايرة حوالين ان، علشان اعرف ان انا اخترت ان علشان ارم تشير. يلا ساجدة اللي بعد كده. This is a or an، صورة ايه؟ a clock. يبقى هكتب a هنا، اختار a واروح كاتب clock. فريدة، the books in the
بوكيس. بوكيس. اكسلنت فريدة. عمر. I am looking in of for my book. I can't find it. عمر. أنا إيه عن كتابي؟ لا أستطيع أن أجده. Look in ولا look of ولا look for؟ عمر. فور. طبعا أبحث عن look for. سجدة. I can help. I can write. I can read. You find your pens. I can. أستطيع أن أساعدك. Excellent. سجدة. فريدة. We put the books. نضع الكتب. In the بوكيس. bookcase. شطورة فريدة. نضع الكتب في خزانة الكتب يا أبطال. bookcase. تعال نتعلم مع بعض. Between. Between يعني بين، ما بين شيئين. There is a television between the armchairs. Between، بين. طيب تعال نقول مع بعض جملة على between. نرجع كده خالص 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 في أول صورة ونكون جمل مع بعض. زي ما شايفين في الصورة، الترابيزة موجودة فين؟ ما بين الدولاب وما بين الكنب. طيب عايز أقولها في جملة، الموضوع بسيط. There is، واجيب الحاجة اللي موجودة في النص. There is a table. يوجد منضدة. بين، between. Between إيه؟ Between a cupboard. And a couch. عمر. Where is the couch؟ عايزين نستخدم between. يلا يا عمر. Where is the couch؟ There is between There is la ايه؟ الأول قول there is ايه؟ this A couch. between ها. there is a couch between lamp and table. في حاجتين نسيتهم خطيرين جدا جدا. أنا كتبت الجملة اللي أنت قلتها. الجملة هنا ناقصة علشان هي لمبة واحدة بس، وكمان ترابيزة واحدة، يبقى لازم أقول إيه؟ A table. تعالى نسأل ساجدة. Where is the lamp؟ فين اللمبة يا ساجدة؟ There is. There is on the table. لا خلي بالك، هنا اللمبة موجودة ما بين الكنبة والكرسي. أنا عايزك تستخدمي كلمة between. هقولها إزاي؟ يبقى there is a lamp between a chair and كاتش. كاوتش. كاوتش كاوتش يا ساجد. نرجع تاني لفريدة. فريدة، where is the bookcase؟ bookcase موجودة فين؟ يبقى قول there. There is a bookcase ما هي between. شطورة. ايوه شطورة. اسمعيني كده. there is a bookcase between. اتفضلي. بين أكلوك. مين ومين؟ أكلوك. And armchair. an armchair. وايه كمان؟ and أكلوك. a clock. and a clock. كده استخدمت كلمة between. طيب ممكن نستخدم next to. طبعا next to يعني بجوار، يعني ممكن اقول التلفزيون بجوار الساعة، يبقى اقول there is ممكن أقول a television
There is a television next, next to big wall, next to a clock. عمر قول لي كده، تيبل وكاوتش نيكست تو، استخدم نيكست تو تيبل وكاوتش. There is a table next to couch. اكسلنت، بس نسيت حاجة تاني. There is a table. فكرني قبل ما اكتب نيكست تو ايه؟ A couch. A couch. ايوه كده يا بطل، a couch. There is a table next to a couch next to. سرعة سجد منتظرك. يبقى انا عندي there is يعني يوجد. طيب اتعلمنا دلوقتي between و next to. طيب on، on يعني على. There is a lamp on the table. هقولها ازاي تاني؟ there is، يوجد، يوجد ايه؟ there is، علشان واحدة بس، لمبة واحدة. there is a lamp on the table. there is a lamp on the table. there is a television between the armchairs. ايه ده؟ يعني حاجة تانية، مفيش and بس في جامع. there is a television between the arm شيء. لا مش arm chair، arm chairs لازم، إيه. علشان هما اتنين. كم كرسي؟ اتنين. يبقى لازم هلاقي between، ما بين شيئين. ممكن اقول between و and، او between ويجي بعديها جمع يا ابطال. on على، between بين، next to قلناها، big wall behind يعني خلف. زي ما شايفين في الصورة، the bookcase is behind the table. طب ممكن نقولها بطريقتنا، يوجد، there is، there is ايه؟ a bookcase. there، قولها يا عمر كده، there is a، اتفضل. ايه مستر لو اقول ايه؟ يلا، الخزانة خلف الترابيزة. there is a bookcase behind the table. the table. Excellent. Behind the table. Behind خلف، next to big war، between بين، to ask and answer about the contents of any room. أنا بسأل عن محتويات أي غرفة. What's in the living room? What's in the living room? There is a television next to the armchair. تعال نشوف مع بعض اختبار بسيط ومع فريدة. اتفضل يا فريدة، نقرأ ونحط الإجابة الصحيحة. The girl is، The girl is on the table. excellent. فريدة، عمر، أمل، ويونس. Well, is behind Yunus. ساجدة رجعت ولا لسه؟ جيتي مستر. موجودة؟ يلا ساجدة. The television is between ولا behind the two armchairs؟ Between the two chairs. The two armchair. Excellent. ساجدة. Between طبعا، طبعا ده جزء خاص بالكتابة، نكتب بخط جميل. يلا activities ونبدأ مع
عمر سؤالك يا بطل، اتفضل. read and fill in the gaps is are. What are you doing? What are you doing؟ تمام. I am looking for my math. عمر Book. سؤالك book طبعا. excellent عمر. Mister. ميكا نعم اسمها doing ولا اسمها doing؟ الاثنين. اوكي مكملين يا أبطال مع فريدة. تفضلي يا فريدة. يس مستر، يس مستر. يلا يا بطلة. ها There is a photo on the board. on the wall على الحائط. اكتب 1. يس فريدة مكملين. there is a television. Between armchair. armchair واحد armchairs. Between the armchairs. تمام. the book is next. next بيجي معاها مين؟ next to ولا next for؟ أنا يا مستر؟ ايوه كملي السؤال الكود. Next to. next to طبعا. excellent فريدة. طبعا ممكن انا خلصت خلاص، ممكن اوصل واتاكد بس. yes there is a television. yes the book is next. واجابتي هتبقى صحيحه. يبقى وصلت وكتبت وتاكدت. وخلي بالك من خطوط التوصيل اللي انت بتوصلها. ساجده there is an لا ساجده يا أن جميله. ها أن أرمشير. armchair. واتفقنا نبقى متميزين. اختار ولا ان؟ I am هنا أن بقى ان. هختار ان armchair. مكملين مع ساجدة. I have homework book math. yes excellent ساجدة. ماث هوم وورك. عمر ريد اند انسر. ريد اند كومبليت ذا تكست ويز ورك فروم ذا بوكس. لازم اقرا الكلمات يا عمر. كلوك ساعة. بتوين between بين cards كان. كان couch. تفضل This اقرا. is my living room. There is a television next to the bookcase. There is a كمل كمل اعرف الإجابة. on the wall على الحائط. clock on the wall. There is a table between. There's a table between the armchairs. There is a cupboard behind the table. you are excellent. أتأكد من السبيلين كمان. between بين كراسي. اكسلنت يا بطل. فريدة Yes, Mr. answer 1 2 3. There is a cupboard. خلي بالك There خلي is a cupboard. كبرت كبرت. وهنا السي السي كونسونانت علشان كده استخدمنا ا. there is a bookcase. فريدة بس اللي بتجاوب يا جماعة. هنا في 2 تختاري ايه فريدة مع 2؟ in ولا next ولا between 2؟ نيكست نيكست next. شطورة.
The chair is in next between the couch and. مستر مصري قال لي لما تشوف and اختار مين، ان ولا next ولا between؟ next to، between between طبعا، علشان في and بين حاجتين. اكسلنت فريدة. ساجدة. there am is are a bookcase behind the table. خلي بالك يا ساجد، بوكس يعني واحد بس، يبقى زير ايه؟ are خلي بالك بوكس واحدة، يبقى زير ايه؟ and زير إيه؟ زير از يس زير از. نمبر فايف، زير از مصطفى ار زير، تاخد مين؟ ولا ان ولا ان؟ مستر نسمع ساجدة، اتفضلي يا ساجدة، دور ساجدة يا جماعة، اتفضلي. Sure. There is a or an or an armchair next to the cupboard. Armchair طبعا an، بدأ بصوت متحرك يبقى على طول استخدم an. تفضلي ساجدة. there is a lamp the table between، between لسه مستر نصر قال لي بتاخد ان. طيب next، next لازم يجي معاها تو ولا اون؟ على اون اكيد اجابه تكون اون. يس عمر، ريدي عمر؟ مستر اول الايز بتيجي مع حاجة واحدة بس، والار طب بتيجي مع اتنين او تلاتة او اربعة او اكتر. برافو كده يا بطل. there is مع singular مع المفرد، there is a boy، لكن there are boys، there are boys. اتفضل يا عمر. look and scramble and write. شير spell it. yes spell سي اتش سي اي اتش. اي ار excellent. What about this؟ كلوك سي ال او سي كي Yes, excellent. What about لام this؟ لام Yes. ال ام بي Excellent. عمر، ready فريدة؟ Number seven. فريدة. Yes. Yes, one and two. What are you doing? Yes. وما انساش اكتب بخط جميل، حرف الاول كابيتال، بلاش ترقيم فوق الكلمات، اكتب وخلي خطك جميل. What are you doing؟ بلاش ندوس على الجي جامد. Yes good فريدة. Number two. I can help you. I can help you. I can help you. Again. I can help you. Yes, I can help you. وما ننساش يا فريدة في النهاية فول ستوب. Yes ساجدة. Where is the lamp؟ The lamp on the table. طيب أنا هكتب اللي أنت قلتيه بس نظبطه بعد قليل. The lamp on the table. طبعا مفهومة طبعا إن اللمبة موجودة على الترابيزة، بس هنا في إز أكتبها طيب بعد مين؟ ذا لامب، يبقى أقول ذا لامب إز أون ذا تيبل. طب ليه أدوش نفسي وأقول ذا لامب تاني؟ يما ممكن أعيد عليها بالضمير الغير العاقل وأقول إتس أو إت إز أون ذا تيبل، يبقى بدل ما أقول ذا لامب هقول إت إز أون ذا تيبل. يلا كمان يا ساجدة. Where is the cupboard؟ هنا هقول it's برضو. فين مكان الدولاب؟ It's keyboard behind it's ايه؟ it
It's next. keyboard, armchair. It's next. It's next to the arm chair. Next to the arm chair. It's next to the arm chair. Excellent, Sagda. مكملين مع عمر. Look and take true or false. There is a lamp on the table. Yeah, true. No, no, on. false, false. False. آخر كلام. False. False. False طبعا. False. Number two. There is an armchair next to the cupboard. هنختار ايه؟ True. True طبعا. Excellent يا بطل. فريدة. Look right the missing letters. Okay. Television. Television, yes. T-E-L. T-E-L. E. E. Yes. V-I. Yes. V-I. I-O-N. S-I-O-N. Excellent. Farida, what about this? Table. 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 A. B. B. N. وفي E. الآخر إيه؟ إيه. Excellent, Farida. What about this bookcase? Bookcase. دبل Double O بوك كي K كي 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 يبقى ايه بوك كيس اخر عندنا يس سي اي بوك كيس. في عندنا تدريب بسيط عشان السيشن بتاعنا وقتنا قرب يخلص مع الدرس الاول بارت 1. طيب هنا هقول ايه؟ There is a television between the armchairs. There is a bookcase. 300